Bonsoir à tous, comme chaque soir, on essaie de se retrouver autour de Prisma Live pour parler soit politique, soit essayer de parler sur certaines thématiques liées aux questions politiques en général ou de la société ou de l'économie. Donc là, on a commencé cette semaine une série de rencontres avec le professeur Dourali. Donc, autour des questions de l'identité de la langue. Donc, il nous a parlé sur la question de l'identité en général. Donc, il nous a expliqué c'est quoi l'identité étymologiquement, l'histoire, l'évolution de l'identité. Il a remis cette définition dans le contexte historique et géographique de l'Algérie ou de l'Afrique du Nord en général. Donc, il nous a expliqué très bien cette évolution historique et il a fini pour nous parler sur l'évolution actuellement qui se fait autour des questions de la citoyenneté. Donc, c'était des généralités. Donc, il a mis le cadre par rapport à ces questions. Donc, aujourd'hui, il va aller un peu plus dans le détail. Hier, il a abordé d'une manière un peu vaguement le lien entre la question d'identité et la question de la langue. Mais aujourd'hui, il va faire un focus sur la question de la langue et des langues, peut-être, en Algérie ou en Afrique du Nord en général. Donc, bonsoir, M. Dourali. Bonsoir. Donc, voilà, je te laisse la parole. Bonsoir. حبيت يعني في مستهل الحصة الثانية هذه أن أبدأ بتذكير بأهم النقاط التي وردت في الحصة الماضية، وبنفس هذه المناسبة وأنا أذكر بهذه النقاط في الواقع أجيب كذلك عن بعض الأسئلة التي وردت حول ما قلته في تلك الحصة. هو في الواقع جميع الأسئلة التي طرحت كانت الأجوبة في بداية المداخلة، وسأبدأ بها الآن ملخصة، ثم سنربط هذا الموضوع، يعني موضوع الهوية بموضوع اللغة واللغات والسياسات اللغوية المنتهجة بصورة خاصة في بلدنا وبصورة أعم في شمال إفريقيا ما عدا مصر، ويمكن أن نتكلم في حصة أخرى عن مصر إن كان ذلك يهم الناس. قلت وأذكر بأن الهوية هي بناء فردي واجتماعي وعبارة عن تصور وليست جوهر. Donc ça n'est pas une essence ليست جوهر. C'est une construction، يعني ماهوش معطى طبيعي موجود، يعني ممكن الإنسان يبحث في التاريخ في بحث أركيولوجي وسيتحصل على هذه الهوية. فكذلك هي تصور، وهذا التصور غير ثابت عكس ما يرى الكثير، وبصورة خاصة مثلا السياسات الهوياتية والثقافية واللغوية التي فرضت على المجتمع الجزائري تقريبا منذ الاستقلال، لكن كانت موجودة كذلك كإرهاصات أو كتصورات مستقبلية كما ذكرت في حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وذكرت كذلك أزمة 1948 49 التي سميت بالأزمة البربرية، ولم تكن لا بربرية ولا هم يحزنون، بل كانت أزمة التصور الجمهورية الجزائرية المستقلة. فهناك من كان يميل إلى فكرة الجمهورية
الجزائرية ستكون جزائرية وكفى. وهناك من كان يقول بأن هذه الجمهورية ستكون حتما جمهورية عربية. هذا هو الفرق، يعني ما كانش قضية أمازيغية مطروحة بشكل صريح. إذن عكس ما يتصور من يعني الحزب الحاكم الذي حكمنا إلى الآن وهو يحكم إلى الآن أو يحكم باسمه إلى الآن وهو جبهة التحرير الوطني، يتصور بأن الهوية هي ثابتة، وهذا من أكبر الأخطاء الموجودة في العالم، لأن الهوية ذكرت هذا في الحصة الماضية تتطور وتتغير حتى على مستوى الفرد. ما كنتش حبيت نتوسع بزاف من ناحية مثلا التحليل النفسي البسيكاناليز. عندنا لو برينسيب دو بليزير وعندنا لو برينسيب دو رياليتي، مبدأ الواقع ومبدأ يعني كيف يسمو البليزير، يعني المتعة اللي يتصورها الإنسان. فله في بعض الأحيان الإيدنتيتي هذه اللي نتصورها غالبا ما تكون une identité de plaisir، يسموها كذلك une identité de perception. والidentité تاع الواقع في الغالب يعني تخرج يعني من التحديدات الرسمية. إذا الإنسان لا يمكن أن تكون له هوية دائمة مستقرة ثابتة طوال حياته، هو يتصور بأنها ثابتة لكنها من المتغيرات. الشيء الوحيد الموجود في المجتمعات البشرية هو التغير، هذا هو الشيء الوحيد اللي هو ثابت، أما الثبوت فغير موجود. هذا باش نتفهمه منذ البداية. ولهذا من زاوية الأنثروبولوجية وأنثروبولوجية الثقافة فنقول بأن الثقافة لا يمكن أن تكون جوهراً، ce n'est pas une essence. وعلى الرغم من أنه في البدايات يعني قلت الأبحاث الإثنوغرافية كانت تتصور بأن هناك شيء ثابت، لكن الثبوت الذي كان موجودا لما تكون تدرس الهوية في قبيلة أو داخل عائلة أو داخل عرش لا يمكن أن يقاس بدراستك للهوية لما تكون على مستوى مجتمع حديث عصري كبير كما مثلا الشعب الجزائري والتراب الوطني اللي ذكرت بأنه أصبح قارة كاملة، سيتان كونتينون، ماهوش يعني راه يدير ست مرات المساحة الترابية لفرنسا. هذا مهم جدا أن ننسى بالنسبة لتحديد الهوية عن شيء يكون ثابت أو يكون جوهر وليس تصور، فهي دائما تكون تصور. فالمجتمعات الذي يهمنا في المجتمعات وحتى نأتي إلى موضوعنا تبنى على روابط، لأنه في الأصل البشر هم أفراد ويمكن أن يشكلوا جماعات، لأن الإنسان هو حيوان اجتماعي فيشكل الجماعات ويعيش في الجماعات حتى يحمي نفسه، لأن قوته إذا ما تصورنا في الحياة البدائية كان يعيش مع حيوانات ضخمة وقوية جدا ويعني يمكن أن تحطمه بكل بساطة. فالفرد كان يحتمي بالجماعة فيخلق بعض الروابط، ثم هذه الروابط يعني حتى نتقدم بسرعة أصبحت على مستوى المجتمعات الكبرى، هذه الروابط ينبغي أن تكون مبنية كذلك على ماذا قلت، على عقد اجتماعي. وهكذا نجد مثلا عند الفلسفة فلسفة القانون والفلسفة السياسية عند هوبس مثلا، ونجد هذا عند جون جاك روسو بالنسبة للناس اللي يعرفوا هذا الكاتب، ونلقوها عند توكفيل ونلقوها عند مونتيسكيو إلى غير ذلك، وعند ابن خلدون كذلك، لأنه هو كان من شمال إفريقيا وفي القرن الرابع عشر لما كانت الحضارة العربية الإسلامية منحطة
وكان الوحيد الذي كان في الواقع يبرز بروزا خارقا للعادة. هذا قلت بأن المجتمع لا يمكن أن يقوم إلا عن طريق الروابط. من بين الروابط طبعا كاين روابط عديدة يسموه اللين سوسيال. هذا الروابط متعددة لا يمكن أن نذكرها كلها، بل نذهب مباشرة إلى الرابط الثقافي واللغوي. الرابط الثقافي واللغوي وكذلك فكرة بناء الشعب على شيء مشترك، على مستقبل مشترك، على فكرة الدفاع المشترك عن الأفراد، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحمي نفسه بنفسه لما إذا واجهته قوة كبيرة جدا. وهكذا تشكلت الدول. الدولة لا يمكن أن تقوم إلا بشعوبها، وهذه الشعوب لازم ترى مصالحها في هذه الدولة، على شكل أن الدولة هي تعقلن العنف المستعمل الرمزي ولا المادي في المجتمع، وتحمي المصالح تاع الأفراد وتاع الجماعات، ثم عن طريق الدفاع الوطني تحمي الأفراد والجماعة من شر القوى الأخرى، يعني مثلا الدول الأخرى أو الكوارث الكبرى إلى غير ذلك. فيحس الفرد يعني الشخص يحس بنوع من الطمأنينة في المجتمع الذي يعيش فيه وفي الدولة التي يعيش فيها. إذن حتما تتشكل هوية وطنية. هوية وطنية، هذه الهوية الوطنية فيها جميع العوامل التي تشترك فيها كل الأفراد، مهما كان المنطقة التي يسكن فيها، مهما تكون ديانته، مهما يكون اللغة المحلية نتاعو، مهما يكون لون البشرة نتاعو أو الأفكار نتاعو إلى غير ذلك. يعني يكون كاين حريات فردية، كاين حريات جماعية تضمنها الدولة عن طريق قلت هذا العقد الاجتماعي الذي يسمى بالدستور. لكن هذه الهوية الجمعية كوليكتيف، قلت هوية وطنية، لا تنفي أن تكون هناك خصوصيات جهوية لغوية إلى غير ذلك. إذن هناك نوع من التكامل انطلاقا من تصور للهوية على مستوى الفرد على الشيء الانديفيدويل، إلى الجماعة، إلى المنطقة، إلى الوطن ككل. وذكرت في التعدد الثقافي أنه الإنسان ينتمي إلى جماعة أوسع وهي الجنس البشري اللي تكلم عليه، كان موجود في الفلسفة اليونانية، لكن من تكلم كثيرا عن هذه القضية الكوسموبوليتيزم ذكرت إيمانويل كونت. إذن هناك هذه الضرورة للعقد الاجتماعي، وهناك كذلك عوامل تسهل إقامة وديمومة العقد الاجتماعي، لوليان سوسيال لي فولو غاردي. لماذا نحن وتقريبا فيما يسمى بالعالم العربي هناك أزمة للهوية بين المجتمعات الأخرى ليس لها هوس بالنسبة للهوية؟ il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'obsession identitaire. الناس يطرقوا إلى قضية المواطنة المدنية، la citoyenneté أصلا، ولا citoyenneté تقتضي أننا نشترك في مجموعة من العوامل مع جميع البشر الذين ينتمون إلى دولة معينة، ونختلف كذلك معهم من حيث بعض الخصوصيات، يعني يقتضي
التماهي في أشياء والاختلاف في أشياء أخرى. لماذا إذن هناك أزمة على الهوية في القرن 21؟ وهذا غريب جدا في هذه البقعة التي تسمى وخطأ تسمى العالم العربي، لأنه فيه محاولة، وهذا مهم لا ينبغي أن ننساه، محاولة لاستبدال الهوية التي موجودة في المخيال الوطني بهوية أخرى مصنوعة صنعاً. يعني مصنوعة صنعاً معناتها هي اصطناعية، ليست مرتبطة لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا باللغة ولا بالعوامل التي تحدد الوطن والهوية الوطنية. في الواقع لما نقول هذا العالم هو عالم عربي، هذا يعني نوع من التطاول على الواقع. يعني هناك فرق بين السياسات الرسمية الهوياتية والثقافية واللغوية، ومن ناحية أخرى الواقع اللغوي التاريخي الثقافي الأنثروبولوجي كما ذكرت، لداعية للرجوع إلى هذه القضية مرة ثانية. ونجد الآن مثلا على الوسائط الاجتماعية هذه نجد نقاش في الأسبوع هذا إلى يومنا هذا، نقاش حاد بين بعض المدونين في شبكات تاع الانترنت، في شبكات العنكبوتية كما يسموها، مش عارف هل اسمها تاع العنكبوت التواصل نصر النت بالنسبة للإنجليزية. عموما كان هذيك الشبكة اللي ديرها العنكبوت وما يسموها، يمكن التصوير يعني هو عبارة تصويرية، يعني مدونين من الخليج بصورة خاصة وكذلك من السعودية يقولون بشيء من العنف بأن سكان المغرب ليسوا عربا، وهو صحيح. يعني لم يكن لهم يعني ضرورة يعني ليقدموا مثل هذه الحقائق على شكل شتائم. يعني من لا يكون عربي ليس شتيمة، يعني هو ليس عربي وفقط، لأنه يعني شبه الجزيرة العربية ولهم الحق في ذلك. شبه الجزيرة العربية معروفة والخريطة تاعها معروفة، إذن كاين جنوب شبه الجزيرة العربية اللي فيها اليمن وغيرها، وكاين الحجاز ونجد، وكاين طبعا شمال شبه الجزيرة العربية اللي عندها خصوصية لغوية وثقافية وغيرها. يعني في بعض الأحيان شكرتي اللي نحب نتكلم كثير في الأمور هذه، لكن يمكن باش نتقدموا ننتقلوا إلى منطقة إلى نقطة أخرى. إذا لما أرادت الدولة أن تستبدل قضية الاستبدال la substitution identitaire، يعني قالت هذه الهوية تاعنا اللي هي هوية أمازيغية ما فيهاش نقاش من حيث الأصول طبعا. وكنت ذكرت يعني باش نذكر يمكن الناس تنسى شوية أن الجزائري اليوم هو نتاج لتشكيلة اجتماعية تاريخية تتداخل فيها وتتفاعل فيها عوامل ثقافية لغوية وبشرية حتى بيولوجية عديدة. إذن لما تريد أن تستبدل الواقع هذا اللي عنده آلاف السنين وعنده طبعا الأدلة نتاعو مبني على أدلة، قلنا الحفريات الأركيولوجية إلى غير ذلك، الأسماء تاع الأماكن، الجبال، الوديان إلى غير ذلك، كل هذه الأمور تبين بأن الهوية تاع التراب هذا اللي هو تاع شمال إفريقيا وجزء من شمال بلدان الساحل، يعني جاي من أصول واحدة هي أمازيغية، إن أردنا أن نربط الهوية طبعا بالتاريخ وبالأنثروبولوجيا
وبالثقافة وباللغة، ومع ذلك لن تبقى ثابتة، ستتغير. فهذه العملية اللي هي عملية خطيرة جدا، عملية استبدال هوية بهوية أخرى لا تربطها بالواقع الجغرافي والأنثروبولوجي واللغوي، طبعا أدى إلى حدوث أزمة. قلت بأن الرابط الاجتماعي والرابط الذي يربط المجتمع والشعب بالدولة ينبغي أن يكون على أساس التفاهم، c'est-à-dire la discussion et l'entente et l'accord. لازم يكون اتفاق، وهذا اللي يسموه لا كونستيتيوسيون. لا كونستيتيوسيون هي هذا العقد الاجتماعي الذي يربط بين الجماعة، الشعب والأفراد ببعضهم البعض وبالمؤسسات تاع الدولة، ولهذا تسمى المؤسسات. بالنسبة للغة العربية، الناس اللي يعرفوا اللغة العربية يقولوا المؤسسات يعني اسم مفعول، ما يقولوش المؤسسات، يعني ما هوش المؤسسة هي اللي تغير المجتمع. العكس، المجتمع هو الذي يضع سلسلة من القوانين التي تخلق كائنات مؤسساتية، des entités institutionnelles. Ou l'entité institutionnelle, ماشي اللي يكون يسيرها يدير كيما حب، يسيرها فقط بحسب القوانين التي تنشئها، لأنه بدون القوانين ما كاينش مؤسسة. إذا كان تولي أي شيء ما عدا أن تكون مؤسسة. فمن بين الأسئلة التي تطرح قضية اللغة، هو عموما في الدراسات الإثنوغرافية دائما نربط بين الهوية واللغة، لأن الدراسات الإثنوغرافية كانت تدرس مجتمعات عموما قبلية، ففي القبيلة تكون أعداد يعني قليلة، في العدد القليل هذاك باش يتفهموا باش يقدروا يشكلوا مجتمع مصغر، كان عليهم أن تكون لهم لغة مشتركة مع خصوصيات، لكن عموما اللغة تكون مشتركة. وبالتالي لما نقول مثلا في بيرو في منطقة معينة كاين قبيلة معينة، فنحددها ببساطة باللغة التي تتكلمها وكفى. فالهوية ترتبط في هذه الحالات، وهي حالات قصوى لم تعد موجودة الآن إلا نادرا. الآن المجتمعات كبيرة جدا ومعقدة، تسابل دي سوسيتي كومبلكس، مناش في هذيك لي سوسيتي فريمون سامبل. شوف مثلا المجتمع العربي في مكة في وقت صدر الإسلام، يعني مع بداية العمل تاع الرسول محمد، في تلك الفترة يعني لم يكن يتجاوز بلك 10,000 ولا 20,000 نسمة، ومن بعد توسع. إذن كانت مجتمعات مصغرة، وطبعا اللغة كانت ممكن أن تحدد. يبقى أنه اللغة لو نطرح مثلا بالنسبة لشمال إفريقيا باش ندخلوا في الموضوع، واش هي اللغة اللي تقدر تحدد لنا الهوية تاعنا؟ هل لما نقول اللغة الرسمية وهي السياسة، سياسة التعريب، والعربية الكلاسيكية أو المدرسية كما نسميها، هل هذه اللغة تحدد هويتنا؟ أبدا، بل لا تحدد حتى هوية سكان شبه الجزيرة العربية، لأن هذه اللغة هي لغة النخب، ليست لغة الأمومة، سي لا لونغ ماتيرنال. في شبه الجزيرة العربية ما كانش من يتكلم هذه اللغة، يعني كما يقول نحاة العرب القدامى بالسليقة، بالسليقة معناتها يتعلمها بشكل طبيعي من أمه ومن بيئته، ولا يتعلمها في المدرسة. فلما تتعلمها في المدرسة لا تكون اللغة لا فصيحة ولا
سليقية. هذه هي قضية اللغة. فإذا أردنا أن نحدد الهوية بتاع الشعوب الموجودة في هذه البقعة التي سميتها بشمال إفريقيا، فكان علينا أن نعود إلى اللغات الأم. ففي فترة زمنية قبل القرن الثالث عشر الميلادي، اللغة التي كانت سائدة هي الأمازيغية كجنس، كوم فامي دو لونغ. طبعا كاين تنوعات، وبالتالي كي واحد مثلا اذا كان حصل انه في بعض الحالات يلتقي واحد مثلا من بجايه اللي كان يتكلم اللغه الكوتاميه مثلا ولا اللغه الصنهاجيه اللي كانت مستعمله في هذيك المنطقه، يتلاقى مع واحد من منطقه الشاويه اللي هو يتكلم مثلا بالشاويه ولا بالمزابيه ولا بالزناتيه في تلمسان الى غير ذلك من التنوعات. كان عليهم ان يجتهدوا وان يبذلوا جهودا كبيره حتى يتفاهموا. فكان القبائل، من يتكلم باللغه القبائليه كان يسمى قبائليا فقط، لا قبائلي لا صنهاجي، واللي يتكلم بالشاويه يقولوا ده شاوي. هذه هي المزابي، اللي يتكلم باللغه المزابيه ذا زناتي، اللي يتكلم بكذا ذا شنوي، اللي يتكلم بالشنويه، وهكذا. يعني كانت اللغه تحدد، لكن هذه لغه الامومه مش اللغه الرسميه. اللغه الرسميه هي لغه فرضت، والسياسه اللغويه من اكبر الاخطاء تاعها انها كانت تتصور بانه من السهوله استبدال هذه اللغه المستورده، وليست مستورده من شعب، وانما مستورده من نخبة. النخبة يعني كانت لغة تاع دارسين علوم النحو ودارسين الفقه وغيرها، وتلك العلوم الأخرى من الرياضيات والجبر والإنسانيات التي كانت الإناسة، يعني كما اسمها الهيومانيزم غاب اللي كان موجود في ذاك الوقت. إذا كانت لغة الفلسفة، كانت لغة عالمة إن شئنا، سيت اون لونغ سافونت، ما كانتش لغه تاع شعب من الشعوب. فحاولوا ان يفرضوا هذه اللغه في مكان كل هذا التنوع وكل هذا الزخم اللغوي والثقافي الذي كان موجودا في شمال افريقيا. وعلى الرغم من هذا، نتصور بانه ابتداء من القرن التاسع الميلادي، يعني مباشره بعد ظهور سلطه العرب المسلمين على شمال إفريقيا، يعني هم في بداية القرن الثامن ليسيطروا سيطرة نهائية على هذه البقعة، أصبحت شيئا فشيئا عند لغة السياسيين الذين كانوا يمثلون الخلافة الأموية ولا الخلافة العباسية ولا الخلافة الفاطمية، اضطروا إلى أن يستعملوا بكل بساطة أن يستعملوا هذه اللغة المشتركة، هي اللغة الكلاسيكية، اللغة العربية الكلاسيكية، لكن كانت متمركزة عند، قلت، النخب، عند بعض الشعراء، شعراء البلاط مثلا، عند الحماديين، الدولة الحمادية، في الدولة الحمادية هم أمازيغ، لكن كان عندهم شعراء بالعربية الكلاسيكية، وكان عندهم شعراء كذلك وأدباء من بنو هلال وبنو سليم الذين كانوا يستعملون لغتهم. لغة بنو سليم وبنو هلال تختلف في أمور كثيرة مع هذه اللغة الكلاسيكية. إذن من القرن التاسع الميلادي إلى حد القرن السادس عشر، حيث احتلنا الأتراك في المنطقة هذه، اللغة التي كانت تستعمل عند النخب هي اللغة العربية، لكن الأمازيغيات كانت موجودة. وحدث تغير تاريخي في القرن الثالث عشر الميلادي لضرورة تسهيل التواصل بين مختلف مكونات هذه الدول. لازم نذكر الناس بأن الدولة الرستومية اللي كانت في تيهرت كانت طبعا تسيطر على جزء كبير من شمال إفريقيا
وكذلك الدولة الحمادية وكذلك الدولة المرابطية وكذلك الدولة الموحدية. فكل هذه الدول كانت دول أمازيغية، يعني السياسيين تاعها أمازيغ والجنود تاعها أمازيغ والفقهاء تاعها أمازيغ والنحات تاعها أمازيغ إلى غير ذلك. لكن طبعا اللغة العربية هي التي كانت تستعمل كأداة للتواصل الدبلوماسي والتجارة إلى غير ذلك، والعلاقات طبعا مع الدولة الأموية بصورة خاصة أو أحيانا بالدولة العباسية أو بالدولة الفاطمية التي أذكر بأنها تشكلت في بجاية ثم ذهبت فاحتلت مصر وأسست الأزهر وأسست القاهرة. هذا اللي نشوفه التسلسل التاريخي. فهذه اللغة العربية لها جذور تاريخية عريقة، يعني نقول باللي ابتداء تقريبا من القرن التاسع الميلادي، بدايات القرن التاسع الميلادي، أصبحت تستعمل في دواوين الخلفاء والأمراء إلى غير ذلك، وهم كانوا أمازيغ مع ذلك. إذن ما نقدروش الآن مثلا نقول بأنها لغة أجنبية بنفس الدرجة التي نقول عن اللغة الفرنسية بأنها أجنبية، ليست في نفس الدرجة، على الرغم من أن اللغة الفرنسية بقيت الآن راهي عندها زوج قرون من اللي راهي موجودة في التراب الجزائري. فتعتبر اللغة العربية هذه واللغة الفرنسية لغات ثانية. راني نتكلم هنا بانطلاقا من التحليل نتاع التعليمية اللغوية لا ديداكتيك ديلون. إذن المشكل المطروح بالنسبة للهوية، أزمة الهوية الموجودة هنا مرتبطة بالسياسات اللغوية المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية التي أرادت محو الواقع. نذكر مثلا محمد عابد الجابري وهو أحد الفلاسفة نتاع القومية العربية في المغرب، وهو من المثقفين الكبار في المملكة المغربية، كان عنده كتاب يتكلم عن التعليم إلى غير ذلك في شمال إفريقيا، وكان يقول ينبغي إماتة اللهجات البربرية. وهو نفسه شلحي، يعني هو أمازيغي، لكن كان يقول ينبغي إماتة، المنطلق من إيديولوجية. الإيديولوجية هي إيديولوجية التوحيد. يعني ذكرت في البداية أن الروابط الاجتماعية لما تتجاوز العائلة، لما تتجاوز القبيلة، لما تصل إلى الأعداد كبيرة من البشر، يعني من الأشخاص في شعب كامل إلى غير ذلك، ينبغي أن تبنى روابط اجتماعية لتبقى الجماعة في تواصل مع بعضها البعض، ولكي تضمن حماية بعضها البعض. هنا التصور اللي كان عند الفكر العروبي في مصر في سوريا، وطبعا القوميين العرب في كل مناطق ما يسمى بالعالم العربي، قلت وهو جورا يعني يسمى هكذا، كانوا يتصورون بأن محو الهويات الأصلية واللغات الأصلية، لغات الأمومة، هو الذي يسهل في توحيد هذه الشعوب وحتى تصبح قوة يحسب لها حسابها، مثل ما كان يحسب مثلا حساب للدولة العثمانية التي سيطرت على جزء كبير من أوروبا وطبعا على شمال إفريقيا وعلى أذربيجان إلى غير ذلك، ويحسب لها حسابها مثل ما يحسب مثلا حساب أوروبا وأمريكا وبريطانيا، لأن هذه الدول الأوروبية تقدمت تقدما علميا وفكريا كبيرا جدا، فأصبحت قوة كانت تفرض نفسها واستعمارها وتستغل هذه كل هذه البقعة الترابية وكل هذه الشعوب انطلاقا من قوة نوعية مبنية على التصنيع وعلى الفكر العقلاني الجديد. فكانوا يتصورون
ما هي الوسيلة التي كانت موجودة متاحة لهذه الشعوب التي تسمى بالعربية لمقابلة هذا الاستعمار؟ فتصوروا بأن العدد، إذا كان هذا العدد كله كان متحدا، فيمكن أن يواجه العدد النوعية. هكذا كانوا يتصورون. طبعا ما لم يكفي هذا، والبلدان ما يسمى بالعربية بقيت مستعمرة لمدة طويلة، والآن تبقى في الاستعمار الجديد. إذن السياسة اللغوية كانت تتناقض مع الواقع اللغوي والواقع الثقافي والواقع التاريخي والواقع البشري الأنثروبولوجي، فحدث هناك أزمة كبيرة. هل هذه الأزمة الآن في يعني طور الحل؟ طبعا الأمور تتقدم. يمكن باش نبين المنطلق الإبستيمولوجي الذي أبني عليه هذه الأفكار بالنسبة طبعا للباحثين أو الجامعيين الذين يمكن أن يستمعوا إلى هذه المحاضرة. الحقيقة أنا أبني هذا الكلام ليس فقط على النظريات اللسانية التي أقامت النظرية اللسانية في حد ذاتها، وإنما على أعمال جورجن أبرماس. جورجن أبرماس هو نقوله سوسيولوج، عالم اجتماعي، وكان يختص في التواصل لا كومونيكاسيون. يعني نقول الكلمه بالفرنسيه باش نفهم مليح، لانه المصطلحات غير قاره في اللغه العربيه. اذا نقصد بالتواصل هو لا كومونيكاسيون، داكور؟ اذا كان حبيتوا نشرح لكم في قضيه الانسان يعتبرها مصطلح، انه لا كومونيكاسيون هي عنده كتاب اسمه لا تيوري دو لاجير كومونيكاسيونيل، لا تيوري دو لاجير كومونيكاسيونيل، يعني كتاب اساسي بمكان. يعني لا يمكن ان نجد كتاب يعني اكثر وضوحا فيما يتعلق بالموضوع الذي نتكلم فيه الان، واللي راح نتكلموا فيه يعني اللي راح يجي كذلك مباشرة بعد هذا الكلام. لا تيوري دو لاجير كومونيكاسيونيل، ممكن نسموها نظرية الفعل التواصلي. فهمتوا؟ يمكن مش المصطلح تاع لاجير يمكن ما يكونش الفعل، لكن ما عنديش احسن من هذا. هذا كيكون ترابط مع جين كيفاش يسموه، كاين عفوا مش جين، كاين أوستين، و دونك كاين أبرماس، كاين أوستين، وكاين هوسيل. هوسيل أوسي، لكن ماهوش هوسيل اللي نقصدو هنايا، أو راح لي الاسم تاعو راح يرجع لي بعد لحظات. وهاني نقولوا في سياق السيرل، هي سير، يعني هذه الفلسفات اللغوية المنطلقة من ما يسمى بالفلسفة الأنجلوساكسونية. ولا مجال لنطيل الحديث في هذه القضية إلا إن أردتم في حصة أخرى. هذا لاجير كومونيكاسيونيل، إذا كنت تسمح لي نقرأ أربع أسطر باش نحددوا الموضوع هذا، وهو مفيد للغاية ويبين المنطلق الإبستيمولوجي كما ذكرت الذي انطلقوا منه. بالنسبة إذا كان قدرت نقراه، لاجير كومونيكاسيونيل يعني هي كل
العمليات وكل العمليات وكل الأفعال التواصلية التي من خلالها نجد أفراد المنتمين إلى مجتمع معين أو إلى جماعة معينة. هؤلاء الأفراد يستطيعون أن يتواصلوا وأن يتفاهموا. C'est assurer l'intercompréhension, assurer l'accord, يعني التوافق أو الاتفاق. لأنه ذكرت في البداية بأنه كل العلوم الاجتماعية، كل الفلاسفة، فلاسفة القانون وفلاسفة السياسة كلهم وعلم الاجتماع كذلك بصورة عامة يصرون على وجود الرابط الاجتماعي. بدون هذا الرابط ما كانش حتى شيء، لكن الرابط هذا في حد ذاته يتقوى عن طريق الرابط اللغوي، عن طريق التواصل وعن طريق النية الحسنة في التواصل. يعني مثلا بين الأفراد ما لازمش يكون الكذب، مثلا الفيك نيوز كما راهم يتكلموا عليها الآن، ما لازمش يكون بين المجتمع والسلطة اللي تسير شؤون المجتمع والمصالح تاعو، ما لازمش تكون بنية على الكذب ولا على المراوغة أو على الخدع. ينبغي أن تكون مبنية على الصدق وعلى يعني الحذر على المصالح الجماعية والمصالح الفردية. إذا أردنا هذه يسمى تحديد كبير جدا للموضوع، يعني يمكن ندخله في يعني في تفاصيل. حاولت يعني نقولها بالعربية هذه الأفكار التي تحدد نظرية الفعل التواصلي. هابرماس يجمع تحت اسم الفعل التواصلي كل أنواع الأفعال التي ترمي إلى التفاهم المتبادل الانتركومبرهنسيون. هذا التفاهم ما بين المتكلمين يفترض أنهم قادرين أن يميزوا بين تبادل كلامي. موجه نحو إنتاج تفاهم، يعني التبادل بيني وبين من يتابعني الآن ينبغي أن يكون مبني على نية تفاهم
تكون فيه رائحة تشتم فيه رائحة المغالطة أو تأثير على الغير. ترى مثلا في الفعل الذي الذي أقوم به حاليا، لما أذكر المراجع العلمية أو النظرية التي أعتمد عليها، هذا جزء من الأدلة التي ينبغي أن تكون دائما في التخاطب، وأن تكون كذلك في التواصل، حتى نبني على مصداقية الحديث وعلى صدقية التبادل. إذن إن العقلانية التواصلية اسمها لا غيزون كومونيكاسيونيل، ما نساوهاش هذه لا غيزون كومونيكاسيونيل، لأنه هذه مصطلحات أساسية نستعملوها طبعا الآن في بناء المجتمعات وفي دراسة المجتمعات إلى غير ذلك. هذه العقلانية أو العقل التواصلي التي تسمح بإقامة الاتفاق لاكور عن طريق النقاش المبني على الأدلة. هذا هو سواء كانت مثلا التواصل بين شخصين أو بين شخص وجماعة أو شعب كامل بالسلطات التي تحكمه وتسير شؤون تاعو وكذلك المصالح المشتركة لهذه. إذن تكون هذه الأفعال اللغوية قائما على نية كلية ترمي إلى الصدق في التواصل. هذا الذي يتطلب حتما في التواصل وفي العقلانية التواصلية يتطلب حتما
أن تكون يكون هناك تفتح وتفتح على الغير، على الفكر، على السماع، على الاستماع إلى الآخر، وليس شتمه والحكم عليه، ويعني وكأنك يعني تحكم عليه نهائيا بأنه عدو وبأنه يحاول تكسير الفعل الجماعي وإلى غير ذلك. يعني هذه الناس هم يسمعوها يوميا عن الصحافة الجزائرية. يعني وش معناها الأدلة؟ الأدلة هي تلك الأدلة التي تصاغ بشكل دقيق إلى درجة أنك يمكن أن تقول بأنها صحيحة أم خاطئة. هذا يسموه مبدأ الدحض، وهذا موجود dans l'épistémologie, le principe de falsifiabilité ou le principe de réfutabilité. هذا هو الحديث، هذا هو التواصل بطبيعة الحال من منظور جورجن أبيرماس. ومبدأ هذا نتاع مبدأ الدحض هذا جابوه يعني في الواقع واحد مختص في الإبستيمولوجيا اسمه كارل بوبير، وهو اللي دار كتاب لا سوسيتي اوفيرت اي لا سوسيتي اوفيرت اي سيز انمي، هكذا العنوان تاعو، يعني المجتمع المتفتح واعدائه. إذن بعد ما بينت يعني بصراحة الخلفية النظرية التي انطلق منها، وهو نظرية الأفعال التواصلية لجورجن أبيرماس، ويشترك قلت يشترك فيها مع يوسيرل ومع أوستين إلى غير ذلك، من وكذلك ببعض الرياضيين في الولايات المتحدة اللي كانوا بدأوا في علم السيبرنتيقة في الخمسينيات من القرن الماضي، يعني القرن العشرين. إذن هذه النظرية سنحاول أن ننطلق منها لفهم ما يحدث في السياسات اللغوية المنتهجة في المجتمع الجزائري. أذكر مرة ثانية بأن السياسة اللغوية المنتهجة وهي سياسة التعريب بصورة خاصة، والتعريب كان فيه نقاشات في السبعينيات كيف يكون هذا التعريب، هل يكون تعريبا تدريجيا ذو محتوى تقدمي، أم أن يكون تعريبا مباشرا يعني انستانتاني وذو محتوى محافظ. سترى بأن التيار الغالب الذي كان غالب يعني كان يحكم البلاد، هذا التيار هو محافظ، ففرض على المجتمع الجزائري سياسة لغوية للتعريب مبنية على تقريبا سرعة التسرع الخطير جدا في استبدال مرة ثانية لغة بلغة. يعني ذكرت في البداية أنه كان يحاول يستبدل هوية بهوية، والآن يستبدل لغة بلغة. يعني اللغة اللي كانت مستعملة في المجتمع الجزائري عند النخب، نتكلموا عند النخب، هي اللغة الفرنسية. هذا ما اكتسبنا، يعني تريبي دو غار كما سماها كاتب ياسين ومالك حداد كذلك، وهي في الواقع ماشي فقط تريبي دو غار، كانت غنيمة حرب، يعني كانت في وسيلة حرب، لأنه يعني كل الحرب تاع الاستقلال وكل النضال السياسي تاع الاستقلال بدءا من 1926 يعني الى الاستقلال 62 كان باللغة الفرنسية، لم يكن باللغة العربية على الإطلاق، وجميع المؤتمرات وجميع نصوص الثورة الجزائرية كانت مكتوبة باللغة الفرنسية. إذن هذه النخب التي كانت قادرة على الحوار مع الاستعمار والحوار مع باقي الشعوب البشرية، مثلا في عصبة الأمم أو في الأمم المتحدة إلى غير ذلك، وقامت بنشر قضية الجزائرية على مستوى الإنسانية، حتى تجربة أنظار جمعية الأمم المتحدة وغيرها من الدول
لتساعدنا ولتؤاخينا، وهكذا تأخينا مع مجموعة من الدول. فهذه النخب أصبحت تقريبا صامتة ابتداء من نهاية السبعينيات بصورة خاصة. يبدأ التعريب الأول بدأ في السبعينيات كسياسة، وطبق بالنسبة لوزارة التربية في بعد الأمرية الرئاسية التي وردت في 1976، ثم أعيدت في يبدو لي في 92 وفي 94 وفي 96 وهكذا. يعني كانت تقريبا نفس الفكرة، يعني ينبغي استبدال اللغة الفرنسية باللغة العربية. المشكل وكأنهم تصوروا بأن الأمر ميكانيكي، يعني نحي هذا وحط هذا، ما تحدثش الأمور هكذا. لأن يعني النخب تأخذ لك 50 سنة باش تخرج واحد أستاذ جامعي ولا صحفي قادر يعني يستعمل اللغة في مستوى تعبيري رفيع جدا إلى غير ذلك، وقادر على الحوار وعلى مثلا الجدل مع غيره، مع الأعداء ومع الأصدقاء. يعني هذه النخب هذه لازم لك تقريبا يعني تلقوا 51 سنة يعني هو في يستعمل لغة معينة، وطبعا يتطور في ويتعمق في التحكم فيها باش يقدر يستعملها. وتجي انت تنحي كلش هذا كاع، قولوا صمت، وخرجوا أساتذة يعني بأعداد كبيرة جدا، خرجوهم في نهاية السبعينات في الثمانينات، خرجوهم من التعليم واستبدلوهم كذلك بأساتذة وممرمين وغيرهم يعرفون يعني بعض النتف من اللغة العربية وليس أكثر. يعني بعض الكلمات كانت لغتهم ركيكة، لا يتحكمون لا في العربية ولا في الفرنسية. فانهار التعليم، يعني تشوف تأثير تاع اللغة، استبدال لغة بلغة كيف يؤدي إلى تحطيم المنظومة التربوية، وتحطمت وتقهقرت. كانت ثانوية، نعطي مثال، ثانوية دلس، ثانوية التقنية نتاع دلس، كان هناك فرنسيون يأتون من فرنسا ليتعلموا الأمور التقنية، ستاليسي تكنيك، كانوا يجوا يتعلموا ثم الفريزاج، يتعلموا التورناج، يتعلموا كثير من الأمور، لأن الثانوية هذه كانت مشهورة. يعني تقريبا كنت أن أبالغ وأقول بأنها كانت لها شهرة عالمية، لكن في البحر الأبيض المتوسط هذه الثانوية تاع دلس للآن ما بقى فيها حتى ولو، كانت من الثانويات الكبيرة جدا وأعطتنا مجموعة. مثلا جامعة الجزائر وسط خرجوا منها ثلاثة تاع البري نوبل، ولو معذرة مش نذكرهم، في الفترة اللي هي تحلت في 1889، يعني في القرن التاسع عشر 1889 اللي تحلت هذه الجامعة على شكل معاهد مختلفة. أعطتنا أول دكتوراه في اللي كان دارها محمد بن شنب من المدية، خدم على اللغات، على اللغة الجزائرية وتفاعلها وتأثرها وتأثيرها مع اللغات الأمازيغية واللغة التركية والفارسية إلى غير ذلك. إذن شوف باللي اللغة الفرنسية لما اكتسبها الشعب الجزائري استعملها ضد المستعمر، لم تكن لغة استعمارية، استعمل هذه اللغة لتحرير الجزائر، ثم اكتسب نخبة فكان تقريبا يتناقش ويتحاور ويتجادل مع القوة المستعمرة تقريبا وهو في نفس المستوى، ما كانش يشوف روحه أقل. شوف مثلا الكتاب مصطفى الشرف، مولود معمري، مولود فرعون، إلى غير ذلك من محمد الشريف الساحلي وغيرهم، يعني من المثقفين الجزائريين كانوا في قمة الفكر. إذن استبدلنا هوية بهوية، وحدث ما حدث، أزمة كبيرة، ثم استبدلنا لغة بلغة، وحدث ما حدث، وحدثت أزمة تربوية وفكرية. والجامعة الآن
لا زالت إلى يومنا هذا تعاني منها. لكن هل اكتسبنا اللغة العربية بسياسة التعليم؟ لا. أقول لماذا؟ الآن يصدر لي بعد شهر ولا شهرين كتاب سميته Penser les langues en Algérie، يعني كيف نفكر القضية اللغوية في الجزائر، وشرحت بالتفصيل يعني هذه الأمور. يعني سياسة التعريب كانت في الواقع سياسة لنشر الفكر المحافظ فقط، لم تكن مبنية على أسس علمية أو ديداكتيكية معقولة. المنطلق اعتبروها هي لغة الأمومة، ويعني هذا النقاش كان يعني منذ أقل من شهر يعني كان موجود على الساحة السياسية والفكرية الجزائرية. هذه ليست لغة أم لا للشعب الجزائري ولا للشعب السعودي ولا لغيره، هي لغة، قلت لغة عالمة تشكلت بشكل معين. أحيل مرة ثانية إلى الأستاذ جمال كولوبلي، المقالات تاعه ممكن يلقاوها الناس في لو سيت انترنت تاع مركز الأمازيغية، الموقع الانترنت اللي هو تكتب cnplet.dz، يعني تلقى المقالات هذه كلها موجودة يعني باش نسرعوا في الموضوع. إذن ما هيش لغة أم، وانت كي تدرسها بالطرق التعليمية تاع اللغة الأم طبعا تخطأ ولا تنجح، وهذا ما حدث إلى حد الساعة، الناس لا يتحكمون جيدا في اللغة العربية. ثم المسألة الثانية في درس اللغة العربية، وكأنك في درس الشريعة الإسلامية، ما زالت تدرس مثل ما كانت تدرس في القرن كنت أقول الثامن والتاسع الميلادي، يعني وكأن العربية عندها ارتباط حميمي بماذا؟ بالدين الإسلامي. ونحن نعرف بأن هذه مغالطة كبيرة، لأنه الأتراك يتكلمون اللغة التركية وهم مسلمون، البلغار هم مسلمون ولا يتكلمون العربية، الويغور هم مسلمون ولكنهم صينيين ويتكلمون لغتهم الصينية يعني في منطقتهم، الإيرانيون يعني الفرس هم مسلمون ويتكلمون بلغة أخرى. إذن لا يوجد هناك ترابط طبيعي أو خطير بين اللغة العربية والإسلام، هذا مفروغ منه. فكان علينا أن ندرس اللغة العربية كلغة أولا، ليس كلغة أم وإنما كلغة ثانية، لأن قلت أن الإنسان متعود على تنغيماتها على أصواتها إلى غير ذلك. ثم من ناحية ثانية كان علينا أن نجدد في المحتويات التربوية الموجودة عبرها، لا نبقى ندرس الدين في كل ندرس الدين في فترة تعليم مثلا ما يسمى بالعلوم الإسلامية، وندرس الدين كذلك في درس اللغة العربية، وندرس الدين في حصة الفيزياء، وندرس الدين إلى غير ذلك. هذا يعني نوع من العبث وفقدان العقلانية شبه نهائيا. تجد بأن كل الفلسفة العربية، أقول أن اللغة العربية التي استعملت للفلسفة العربية وكانت فلسفة راقية، وذكرت هذا يبدو لي في الحصة الماضية، هذه اللغة الفلسفية لا يعرفها أحد، وإلى يومنا هذا لن تجد قاموسا واحدا عربيا لهذه اللغة. إذن التعريب كان عنده أخطاء كبيرة، حاول أن يستبدل اللغة الأم بهذه اللغة، ثم أن يستبدل اللغة الفرنسية التي كانت لغة النخبة بهذه اللغة، وأن يستبدل الهوية الأمازيغية المحلية المبنية تاريخيا إلى غير ذلك بهوية عربية. ففكرة العربية الإسلامية ليست هوية، وهذه كل الناس قلت بأن الهوية تستلزم يعني رابور لوجيك، تستلزم الاختلاف وتستلزم في أن واحد التماهي. فالكويتي هو مسلم وعربي،
وسعودي ومسلم وعربي، والمصري مسلم وعربي، والجزائري مسلم وعربي، وراه الاختلاف؟ ما كانش اختلاف. يعني تقول لك لينا ولينا تكتكه واحده، على الرغم من انه المجتمعات هذه متباينه ثقافيا ومتباينه في التصورات، تشترك في الدين، وحتى الدين اندونيسيا يعني اكبر شعب مسلم في اندونيسيا ولا في ماليزيا ولا في غيرها من هذه الدول لا تعرف لا العربيه ولا شيء، وتدينها فيه نوع من الخصوصيه. الان اذا راينا الواقع اللغوي الاجتماعي في شمال افريقيا وفي الجزائر بصوره خاصه، فستجد بان هنا ننتقل الى فكر جوشوا فيشمان، باش الناس يعرفوا المراجع تاعو. جوشوا فيشمان، يقول بانه ليس الوحيد طبعا، لكن هو من نظر كثيرا في هذا الموضوع، فيقول بان المجتمعات المتعدده اللغات ستجد فيها حتما تراتبيه وظيفيه اجتماعيه، اون ستراتيفيكاسيون سوسيو فونكسيونيل. كيف تحدث هذه؟ ليس الدوله هي التي تفرضها، وانما الواقع هو الذي يحدثها. يعني ذكرت في النظريه نتاع ابيرماس بان هناك روابط اجتماعيه، يا دي ليان سوسيو، وكاين دي ليان دو كومونيكاسيون، وهذا لي ليان دو كومونيكاسيون ينبغي ان يؤدوا حتما الى قضيه التفاهم. فالفرد في مجتمع كما تاع الجزائر فيه انواع تاع الامازيغيه، تنوعات امازيغيه كثيره في حدود 7 انواع كبرى، عندها العربيه الجزائريه، وهي كان فيها تنوعات جهويه، انما يعني يمكن ان تتفاهم بكل سهوله حتى مع تونس، ومثلا الى حد كبير مع المغرب، المملكه المغربيه، وقليلا مع مثلا موريتانيا. إذن هذه التراتبيه تعطينا مجال ان دومين لاستعمال اللغات. كان المجال الحميمي لو دومين انتيم، هذا لو دومين ديتيليزاسيون تلقى فيه اللغات الام، يعني الامازيغيات والعربيه الجزائريه، وتجد في المجال الصوري لو دومين فورمال، المجال الصوري تجد حتما بقوة العربية المدرسية، وتجد كذلك اللغة الفرنسية، وقليلا ما تجد اللغة الإنجليزية أو الإسبانية، هي موجودة لكن ليست بكثرة. إذن عندنا دو دومين، مجالين للاستعمال. هكذا ينبغي أن نفصل في الأمور، لا نحكم على الأمور هكذا بشكل شامل وشمولي توتاليتير. يعني قال هذا اللغه، نحي اللغه وحط لغه، وكانك تروح مثلا للسوق تهز تشري البطاطا ولا تشري كذا وتخير انت في السوق، ماهوش هكذا. كاين واقع اجتماعي، كاين تجذر اجتماعي وثقافي، وكاين يعني النابيتوس لينغويستيك، النابيتوس سوسيو لينغويستيك، وكاننا نتعود على بعض النماذج، البنى، النظم بمعنى يعرفوه أصحاب البلاغة في اللغة العربية، نظرية النظم عند الجرجاني بصورة خاصة. فيتعود الإنسان وتصبح كأنها تتحكم حتى في الترابط نتاع الأعصاب، تاع الخلايا العصبيه تاع الانسان. إذن فهناك يعني شيء مهم جدا ولا يمكن ان يستبدل. فتجد باننا بعد كل هذه المحاولات الاستبداليه، استبدال الهويه الامازيغيه بالهويه العربيه الاسلاميه، ثم استبدال الفرنسيه باللغه العربيه الكلاسيكيه ولا المدرسيه، ثم استبدال العربية عفوا اللغات الأمازيغية واللغات الأمومة تاع الشعب الجزائري بنفس هذه اللغة الكلاسيكية، ونزيدوا الآن نستبدلوا اللغة الفرنسية
باللغة العربية، ولا زلنا في نفس النمط التفكيري، يعني وهو تفكير غير عقلاني، ويمكن أن يتأتى منه مصائب كبيرة بالنسبة للنخب في المجتمع الجزائري. إذ نتصور ابتداء يعني من فترة الصيف الماضي مع وزير التعليم العالي بوزيد، كان قال لك نستبدلوا الآن اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية. يعني والله يعني وكأنك تروح تبدل صباط بصباط، تروح مثلا بائع أحذية عندك حذاء ما عجبكش تبدله بحذاء، وشكلها كاين علاقة بما يسمى قلت التصورات نتاع الهوية، كاين تصورات عصبية تعيم الأعصاب، يعني قلت أن الحركات المرتبطة بترابط الخلايا تاع المخ مرتبطة طبعا بهذه النظم اللغوية والبلاغية إلى غير ذلك. فلماذا نحاول دائما أن نرجع إلى الخلف؟ فلماذا لا نقول مثل جميع الجامعات، هل تجد جامعة واحدة في هذا الكون بما في ذلك الجامعات الأكثر تخلفا، أقول التي تنتمي إلى بلدان متخلفة اقتصاديا أقول وفكريا، لن تجد أبدا إنسان جامعي لا يتحكم على الأقل في ثلاث لغات، يتحكم في اللغة الأم هي طبيعي لأنه يتعلمها من أمه من طبيعة، ويتعلم اللغة الرسمية الأولى تاع الدولة تاع الإدارة، ويتعلم كذلك يحسنها يتعلمها ويحسنها لغتين أجنبيتين. مثلا بالنسبة للجزائري ما يعني غير معقول، ما عدا الناس اللي يتعلموا في فرنسا غير معقول يكون لا يعرف اللغة العربية، هذا ما يسمى بالفصحى والتي أسميها بالمدرسية، ولا يمكن يعني غير معقول ألا يتحكم في اللغة الفرنسية، ولا يمكن وغير معقول ألا يتكلم ولا يتحكم في اللغة الإنجليزية، هذا يعني غريب جدا. فبدل من أن نقول بأنه ينبغي أن نستبدل اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية حتى نتطور، هذا كلام فارغ يعني ما عندوش معنى، مش أمور سحرية يعني تبدل اللغة بلغة تولي متطور، لا مش هذا، كاين البنية تاع الفكر في المجتمع، مكانة العلم في المجتمع، وهنا يعني المكانة تاع العلم في المجتمعات ما يسمى بالعربية هي هامشية، لأن العالم ليس له الحق في أن يتكلم، وليس له الحق في أن يخاطب المجتمع، وليس له الحق في أن ينشر أفكاره العلمية، بحكم أن العلم يخالف التيار الثقافي المهيمن في هذه المجتمعات. يجي يقول لك نبدلوا نديروا الإنجليزية في بلاصة هذا غير ممكن، لكن السياسة اللغوية الحكيمة التي ينبغي أن تكون هي أننا ينبغي أن نتحكم في اللغة العربية المدرسية لأنها جزء من ثقافتنا، ولا يمكن أن Monsieur Dorari, il y a une coupure du micro. Voilà. Vous entendez? Ouais, moi je vous entends, et vous? Très bien. والإسبانية، لكن يمكن أن يكون توزيع على المناطق، مثلا في المنطقة الغربية للجزائر يحبذون اللغة الإسبانية أكثر من اللغة الإنجليزية مثلا، وهكذا اللغات الصينية إلى غير ذلك. يبقى اللغات الأم، هذه اللغة الأمومة هي مهمة جدا لشخصية وهوية الإنسان الجزائري. Peut-être on peut organiser une séance spéciale pour les langues maternelles, parce que c'est un sujet, je pense, assez profond. Parce que là, on a fait plus d'1 heure d'enregistrement.
Désolé, il ne fallait pas poser des questions sur les langues, sinon je vais parler. Oui, je sais. Mais on peut faire. En fait, c'est pour que les gens ne soient pas très lourds à passer plus d'une heure. Ça, les gens décrochent. Donc, on peut faire. Après, on peut revenir à la semaine prochaine et approfondir surtout cette question de langue maternelle comme une émission spéciale pour cette séquence de langue maternelle. Donc, je vous laisse Très bien. conclure peut-être et on revient sur ça pour continuer la semaine prochaine. En tout cas, pas demain. Non, pas demain. Enfin, moi aussi, je ne suis pas disponible jusqu'à début de semaine prochaine. Voilà. Ben, je vous laisse conclure peut-être. Ben, pour conclure, je dirais très rapidement qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une session peut-être courte sur les langues maternelles elles-mêmes, parce que ça définit l'identité beaucoup plus que les autres langues, mais en même temps que le futur, l'avenir des Algériens est un avenir collectif, c'est aux Algériens de le définir en matière de langue, en matière de sang, de sciences, et aussi en matière d'institution ou de schéma institutionnel qui va gérer le politique et qui va rationaliser justement les rapports sociaux, etc. Et merci pour les gens qui ont patienté jusqu'à maintenant. Oui, très bien, merci Monsieur Dounali. Donc c'est important ce genre d'échange et ce genre d'émission parce que il faut dépassionner ce débat sur les langues et le rendre comme un sujet qu'on peut, enfin, je ne vais pas dire pas politiser, mais il faut le dépassionner. Voilà, que ce soit toutes les langues, il faut l'Algérie est riche par sa diversité. Et donc, il faut aborder ces questions d'une manière scientifique et rationnelle, comme vous le faites, raisonner aussi, pour voilà, les extraire un peu dans les débats purement idéologiques. Et ça nourrit pas le, enfin le, c'est pas constructif politiquement. Donc, c'est important ce que vous partagez avec nous. Donc voilà, on va essayer de revenir aussi pour la semaine prochaine sur cette question thématique de la langue maternelle. Et développer aussi davantage sur d'autres thématiques. Merci pour l'invitation. Merci, Monsieur Doulary. À très Au revoir. bientôt.